وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أقيمت مباراة كرة قدم خماسية تضم أساطير الأندية المصرية. المباراة تحمل هدفا وطنيا لنبذ العنف وإرساء قيم الروح الرياضية وأيضا نبذ العنف والتعصب. العالمين مفخرة، مفخرة لأي حد، مفخرة لينا. لا، حاجة نقلة نوعية في العالم مش في مصر، فشرف لينا ان احنا هنا وبلدنا جميلة وبلدنا رائدة في كل حاجة، تاريخ كبير وعراقة، وده جزء يعني ده من التطور الكبير اللي بيحصل في مصر. المباراة تحت شعار لا للتعصب دي أهم حاجة، لأن ازاي ان اللعيبة كلها بتلعب مع بعض، أهلي ومفيش أهلي وزمالك وكل الأندية مع بعض، نجوم كبار طبعا، يعني اسماء كبيره جدا اللي كانت بتلعب موجوده النهارده وتاريخ كبير، اكبر دليل ان الناس كلها بتحب بعض ومع بعض ولما بيتجمعوا في اجواء حلوه. فبشكر الحقيقه يعني الشركه المتحده على تنظيم المباراه بالشكل ده، ويجيبوا النجوم دول كلهم يلعبوا مع بعض قدام الناس تحت شعار لا للتعصب، لان دي الرساله المفروض توصل للناس اللي بيتفرجوا على كوره في الملعب واللي قاعدين على السوشيال ميديا. الشباب اللي قاعدين على السوشيال ميديا مش محتاجين بقى تعصب الفتره دي خالص، محتاجين احنا نلم الدنيا، والكره والرياضه حلوه جدا، فالاجواء دي حلوه واتمنى ان الناس كلها توصل لها الرساله. يعني